السولية، ما هو موقف السولية يا ريهام؟ بنسبة كبيرة السولية ممكن يكون خارج ماتش الإياب، يعني لحد اللحظة دي هو مش موجود في المباراتين، يعني لا المباراة طبعا كده كده هو بره السكور بتاع ماتش ماتش بكرة ازاي؟ والقايمة بالظبط، والماتش اللي جاي بنسبة كبيرة كمان ممكن ما يلحقوش. الأمر ده ينطبق على السولية عبد القادر ولا السولية بس؟ لا السولية بس، السولية بس. السولية بس. عبد القادر كان بدأ ان هو يعمل تدريبات بالكورة اصلا قبل السفر، فبالتالي اعتقد بعد عودة الفريق هينتظم في التدريبات الجماعية بشكل عادي جدا. ياسر إبراهيم يقدر يدخل ماتش العودة؟ يقدر يدخل ماتش العودة، ما فيهوش يقدر يدخل. مشكلة. لا 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 ياسر جاهز بقاله فترة، بس هو كولر بيحب يدي الحمل التدريبي البدني بتاع اللعيبة الأساسية للعيبة اللي بتكون راجعة من الإصابة، علشان لما يدخلوا الماتشات يكونوا بنفس الحمل البدني. تمام ده سيستم هو بيطبقه من فترة طويلة جدا مع الفريق. زي الفل. خطة